تتذكري ماري والرغبات الثلاثة اللي حققت لك ياهم؟ إذا كان عندك رغبة احكي لي قولي لي. الرغبة الوحيدة يلي طول عمري كنت أحلم فيها إني خليك أسعد إنسان بهالدنيا. هذا كان كل شي بدي. لأنه في لحظات حلوة كان ممكن نعيشها مع بعض ونفرح فيها، بس هلأ خلص خلص ما هتتحب. انت بقيا لحالك وانا رايح على حالي. بيوم من الأيام قلت لك ما بيفرق بيننا إلا الموت. تنسى شيء.